مساكم الله بالخير، حياكم الله اخواني اخواتي. من زمان عنكم، الخميس اللي طاف بعد ما سوينا هالفقره، ومن زمان اصلا ما طلعت الفيديو، فنقول بسم الله بهالفقره الطيبه عسى الله ينفعنا فيها. بخصوص السؤال، السنن اسمها سنن، ما هي فرض، مو واجب، انت المفروض عليك 5 صلوات، غيرها تعتبر نافله بالنسبه لك سنه، فالافضل انك تصليها وفيها اجر وفضل عظيم. ما صليتها ما عليك اثم، لكن لا تفوت على نفسك هذا الخير. لا هذا ان شاء الله من ستر الله عليه، وان الله يبي فيه الخير، وان الله قاعد يعطيه مجال، يعني يقول له توب بالطيب دام للحين انت صورتك عند الناس زينه والناس تحبك وما تعرف انك الا الخير وانا ساتر عليك. فالله يعطي الانسان فرصه، فلا يعني يستمر ويصر على هذا الذنب، يتوب من ذنوب الخلوات ويتخلص منها، وربي سبحانه وتعالى يجمل ظاهره وباطنه. فهذا ان شاء الله ستر من الله سبحانه وتعالى وكرم وحلم من رب العالمين. لكن خليك مثل ما الله يبيك، يعني لا يطول الوقت عليك، لأنه ممكن رب العالمين وقت ترى يغير تعامله مع العبد من كان ساتر عليه إلى شيء ثاني. فدام رب العالمين حد الآن ساتر علينا ومجمل صورتنا عند الناس، انتوب من هذه الذنوب ونجهد أنفسنا. يا جماعة الخير، وايد تي أسئلة على شنو حكم هذا الدعاء، ويصير أقول كذي وكذي. الدعاء بابه واسع، يعني اللي تبي تقوله قوله، إلا إذا كان في معناه غلط. زين، احنا ما راح نقعد نشيك على كل واحد دعاءه وندخله لجنه وتعال شوف الفاظه وليش، يعني ادعيه النبويه كافيه. هذا واحد. اثنين، اذا انت لك حاجه خاصه ادعو باللي تبيه، بس ليش تلتزم صيغه سمعتها من فلان؟ اللهم سخر لي فلان وفلان، اللهم اخرجني من حولي قوتي، وكله اسال عليها، يعني ليش؟ يعني خلاص تكلم بعفويه. شفت انت لما تروح تطلب من واحد شيء، ما يحتاج تروح حق واحد تقول له انا بقول كذي شلون يصير، ما يصير. انت تكلم الله سبحانه وتعالى، هو اعلم بحاجتك. لا تدخل نفسك بمتاهات، حسيت ان الدعاء والله انا مو فاهمه، ما يصير تقول شيء مو فاهمه، خلاص تركه وقول اللي بخاطرك، قول اللي بخاطرك. مو لازم تلتزم بدعاء معين، مو لازم، لا هذا ولا غيره. اول شيء، كلمه سوء قدر مو حلوه ان احنا نقولها. من قال لك ان القدر سيء؟ الله سبحانه وتعالى ما يفعل شيء شر محض، لازم في خير من وجه من الوجوه، زاوية من الزاوية، بس انت مو شايفها. فمسألة ان احنا نظن ان هذا سوء قدر ولا سوء قدر، لا، اصلا هذا البداية غلط، بدأت السؤال غلط. شيء ثاني، اي شيء رب العالمين يقدر علينا فهو خير، سواء كان شيء نحبه او نكرهه. شيء نحبه نشكره عليه، شيء نكرهه نصبر عليه، هذا الامتحان، هذا الابتلاء، احيانا باللي تحبه واحيانا باللي تكرهه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والله انصحك انك توقفها، ماكو شيء ثاني. يعني اعزم، اما الطريقه ما الطريقه والامور هذه انا ما اعرف، يعني البروسيس خطوات معينه، لكن اعرف التوبه. التوبه ان الانسان يترك هذا الذنب ويعاهد الله سبحانه وتعالى ما يرجع له، والموضوع مقدور عليه، يعني بالامكان. ما بيقول بدليل، لكن شاهد الناس اللي تركوا التدخين بعد سنوات وتركوا الشيشه وايدين ولا زالوا. فالموضوع مو شيء مستحيل، لا مقدور عليه ان شاء الله، لكن يحتاج شويه عزم واستعانه بالله سبحانه وتعالى، وتترك هذه المجالس اللي فيها الشيشه. يعني لا تروح القهوه طبعا، اكيد لا ترافج الناس اللي يشيشون ويدخنون، لا تقعد في الدواوين، اللي يعني غير شويه المحيط والبيئه اللي تساعدك انك تترك هذا الموضوع. عشان تتعلق بالله سبحانه وتعالى اكثر ويكون قلبك عنده سبحانه، احرص على شيئين: تعرف على الله اكثر، ودائما هذه انا اوصي فيها، دراسه اسماء الله وصفاته، اقرا عنها، اسمع عنها، كل ما عرفته اكثر كل ما حبيت اكثر وتعلقت اكثر. اثنين، ازهد فيما عند الناس، يعني خلاص اقطع املك ورجائك بالناس. لا تحط ببالك ان انا حاجتي عند فلان او سعادتي لازم مع فلان، او لا تعلق شيء من احتياجاتك بانسان بشخص معين. كل ما تخليت عن الاشياء صار موضوع التعلق بالله افضل. لا ما عليك اثم ان شاء الله اذا حذفتهم، يعني انت ما له علاقة، يعني انت مو حاذف قرآن، انت حاذف فيديوهات، وحتى لو حذفت برنامج قرآن من انت ما حاذف القرآن من حياتك. يعني في النهاية احنا علاقتنا بالقرآن مو وجود فيديو ولا وجود ابليكيشن ولا، انا علاقتي بالقرآن تلاوة حفظ تدبر عمل، هذه علاقتي بالقرآن، سواء موجود تليفوني ولا موجود، فما له علاقة ان شاء الله. اذا الامام يقرأ في صلاة الفرض جهري، فالواجب الانصات له والاستماع، ما انشغل بشيء ثاني. اما اذا كانت صلاة سرية مثلا، ولو إمام طول في الركعة وقريت الفاتحة وقريت سورة، مو أستغفر وأسبح، أقرأ سور صغيرة، يعني أكمل أقرأ سورة ثانية ما يضر، أو أسكت، هذا اللي يكون مع الإمام. إي عاد هذه لعبتي. أنا عندي دورة في الموضوع اسمها فن التحضير والتأثير، قدمتها كذا مرة حق مجموعات رجال أو خواتنا النساء، اللي هي شلون تحضر موضوع قوي، مادة حلوة، وشلون تلقيها بأسلوب مؤثر.
فمنها طبعا شلون تواجه الجمهور والرهبه اللي لما تقابل الجمهور شلون تخففها والامور هذه كلها. فهذا موضوع دوره ما اقدر اجاوب عليك هالسؤال يعني. اي نعم، طالما صمت 3 أيام بشهر عربي فانت طبقت السنه اللي هو صيام 3 أيام من كل شهر. هال3 أيام ممكن يكونون 2 خميس 2 صمتهم، ممكن يكونون ايام البيض فانت صمتهم 3، ممكن يكون مثل ما تفضل تاسوعة وعاشورة ويوم معاهم 2 او ايا كان. المهم اي 3 أيام بالشهر العربي تكون طبقت وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما يصير تاكل يعني، في النهايه هو الله يعزكم خنزير يعني، مو المحرم اكل لحمه بس انه لحم يشوي وكذي، لا اي شيء من ماخوذ من الخنزير تحول تبدل هو في النهايه الله يعزكم تابع للخنزير، فما يؤكل اذا تم التاكد ان فيها من يعني شيء مستخلص من الخنزير. طبعا المطلوب والواجب هو صله الارحام. المشاعر الانسان ما يملكها، لكن يعني انت قاعد تعبين نفسك كذي. انت بتقولين يمكن والله ما ادري مو مكتوب السؤال، لكن انا اتوقع واتصور انه مثلا قاعد ياذون او يضرون ايا كان. انت قاعد تواصلين ناس على كره، ترى هذا الموضوع يتعب يعني. انا كني مغصوب اني اتعامل وانا كاره، طيب شو الحل؟ هل انا اقطع التواصل ولا احاول احب؟ قطع التواصل مو من حقي، مو خيار، انا ملزوم بالتواصل ارحام هذيل. يبقى شيء ثاني انا اللي احاول اسيطر عليه واغير، بدال الكره هذا احاول حق حب. عاد شلون؟ هذه مشكلتك، هذه تشتغلين عليها، انك تحاولين تكسبينهم، تلطفين معاهم لين يصير تعاملهم طيب فتحبينهم. فاحنا لا نرضى بوضعيه مو زينه ونستمر عليها طالما في ايدنا ان نغير شيء منها. هذه نصيحتي عشان اذا بنعيش مرتاحين. هذا الموضوع انتبهوا له اخواني واخواتي، اللي هو تخصيص بعض الصور او الايات حق شيء معين. تبي رزق فلوس تقرا هالصوره كم مره ما ادري اي ليله، تبي ذريه تقرا سوره كذا، تبي الله يشافيك تقرا سوره. ما يصير تصنيف القرآن بهالطريقة. هذه الأشياء ما تقال إلا بدليل، لازم في مستند، لازم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الآية أو السورة تنفع حق الموضوع. إذا في حديث ثابت ممتاز ناخذ فيه، لكن ما في شيء ثابت والله أنا سويت كذي وجربت وطلع معي زين، ما يصير نخليها دين ونوصي الناس فيها ويا جماعة اقروا هالسورة الفلانية. مو شيء، القرآن كله شفاء. فإذا تبي أنت الله يوسع عليك يرزقك يشفيك اللي هو بالقرآن، اقرأ القرآن بهذه النية أو الطريقة الحلوة انك تقرا قران او تسوي اي خير عمل صالح وتتوسل فيه يعني. يا رب ان كانت قراءتي للقران او حفظي له او صدقتي او خالصه لوجهك فعطني حاجتي ودعائي. انا بجاوب حسب فهمي للسؤال يعني. الواحد يبين ان حالته زينه مثلا وهو حالته مو زينه مثلا، اذا كان يسوي هالشيء فجزاه الله خير هذا من طيبه. ليش انا لما تقابلني دائما اشتكي لك واوريك اني انا حالتي سيئه؟ بالعكس، انا خلني اوريك اني انا زين وانت تدري اني انا قاعد اعاني واشكي، بس ما بيظهر لك هذا، ما بي اتعبك معاي، ما بي اطلع بمظهر تشفق علي ايا كان. فاللي قاعد يسوونه ترى مو شيء غلط يعني. اما مساله احنا كاشفينهم وشلون نتعامل معهم، مو مطلوب تتعامل على الظاهر، انت تتعامل على الظاهر. اما ان كان قصدك يسوون نفسهم زينين معانا يعني يحبوننا وهم داخل يكرهوننا عشان ترتاح، اذا انت مضطر للتعامل معاهم فاقبل منهم الظاهر يعني. ما كانوا قاعد يمثلون على قولتك إيزام الله خير بيجاملون، خلنا عابنهم كني أنا ما أفهم التغافل يعني. أما إذا أنا ماني ملزوم أتعامل معهم فابتعد عنهم وخلص. لا تتعبون نفسكم وايد في تعامل مع ناس عندكم مشاكل وياهم. الأدعية عندنا نوعين، في أدعية في أماكن أوقات معينة فهذا ألتزم فيه نصه، مثل دعاء بين السجدتين، ربي اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، ألتزم فيه، أو ربي اغفر لي ربي اغفر لي. اما الدعاء اللي بشكل عام ما هو يعني ما هو في وقت معين او في صلاه او ايا كان، هذا انا ازيد اللي ابي يعني، اقول اللي ادعو الله باللي ابي. الدعاء في دعاء نبوي اقدر انا اخذ منه، وفي دعاء انا كيفي اقول اتكلم مع ربي باللي ابي. يا جماعه حطوا في بالكم عشان تفهمون موضوع الدعاء، في ناس مو عرب، مسلمين مو عرب، ما يعرفون عربي، ما يعرفون ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام. زين لهم حاجات، شلون يدعون الله؟ يدعون الله بلغتهم، لغتهم اللي ما فيها الاشياء اللي قاعدين نقولها. طيب هل دعاءهم غلط؟ دعاءهم صح، الدعاء انك انت تتواصل مع رب العالمين وتطلب اللي تبيه بالطريقه اللي انت تبيها وبس. وهذه من الاخطاء في الالفاظ اللي لا حول ولا قوه ولا لا حول الله، هذه اشهر لا حول الله، لا لا لازم نكملها، لا حول ولا قوه الا بالله يعني. لا حول الله، لا حول ولا قوه، ما فيها اجر وغلط، ولما تكملها كنز من كنوز الجنه والله يعينك فيها، فكملها الله يرضى عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا، الصوت مو لازم يكون مسموع لا رجل ولا المرأة، لكن المهم إنه يحرك شفتينه يعني. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
كذي يعني ممكن هو يسمع نفسه بعض الكلمات تروح بعض الكلمات، لكن لازم يحرك الشفتين، ما يصير يقرب قلبه، مو ما يصير هذه مو قراءة، فلابد من التحريك، ما يكون صوت عالي، مو يسمع نفسه ما يسمع نفسه هذا ما له شغل، بس إنه فيه تحريك يعني. تكملة السؤال، هل معنى هذا إن الله ما قبل توبته؟ طبعا جواب لا، ما له علاقة. شوف يا أخواني، إحنا علينا إن نتوب، سواء لقينا أبواب مسكرة في حياتنا ولا مفتوحة، إحنا لازم الذنب نتخلص منه في أي حال كنا من الأحوال. الأمر الثاني، لا نفسر كل شيء يصير لنا أن هذا بسبب هذا بالتحديد، ما جدرنا ما نعرف. الله سبحانه وتعالى أحيانا يعفو ويغفر ويستر، أحيانا يبتلي ليرفع الدرجات، فمو إحنا اللي نفسر هذا. يعني هل معنى الصحابة اللي كانوا فقراء ومحتاجين وهذا كان غالبهم، هل معنى أن الله ما قبل منهم جهادهم وإسلامهم؟ ما له علاقة. إذا الله أعطاك الدنيا ولا ما أعطاك إياها ما يدل على أنه يحبك ولا ما يحبك. العبادة أجرها حسنات، احيانا رب العالمين فوق الحسنات يعطيك شيء في الدنيا يفتح لك ابواب ييسر لك امور، لكن لو ما حصل هذا مو يعني ما قبل عبادتك. ان شاء الله تكون واضحه الفكره. اولا، غالبنا عنده ذنب يصر عليه يتوب ويرجع له مره ثانيه، فهذه طبيعه بشر. لا نستسلم ونقول خلاص ماكو فايده كل ساعه ارجع، هذا واحد. اثنين، لازم نكون شويه يعني فطنين ونعرف شنو السبب اللي وقعنا في الذنب مره ثانيه. يعني ليش أنا قاعد أتوب وأرجع؟ ليش؟ في شيء معين هذا لازم أعرفه وانتبه له. قد يكون مكان معين أروح له فأغلط، شخص معين على أفكار فأغلط، ما أدري شنو هو. لازم تعرف السبب عشان تقدر تتجنب، مثل المرض، أنت قاعد تمرض وتعالج، طيب أنت تعرف أن هذا سبب مرضك، لا تسوي وخر عنه. شيء ثالث، كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى أنه يعصمك من الذنب ويقيك شره. رابع أمر وهذا مهم، صحبة صالحة، خليك مع أناس صالحين. طبعا مو معنى هذا كله لو سوينا أنه ما راح نعصي ولا راح نرجع للذنب، ممكن، لكن نظل نجاهد إن شاء الله ونستعين بالله سبحانه وتعالى حتى نترك ونتخلص من هذا الذنب. إذا كان الفاصل قصير، يعني أنت لازلت قاعدة في مكانك قاعدة تذكرين أذكار الصلاة، ما صارت دقيقتين ثلاث تذكرتي تكملي ركعتين وتسجدين للسهو. أما إذا طال الفاصل، طالت المدة وانت ناسية ورحتي وتحركتي وطلعتي وسولفتي وتذكرتي بعدين، تعيدين الصلاة مرة ثانية. نعم، الاستغفار من فوائده ومن آثاره سعة في الدنيا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن انتبه أن قد تكون النية الأولى للاستغفار هو الذنوب، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار، هذا أول شيء. فإحنا نستغفر ونعبد الله سبحانه وتعالى في أي عبادة لله وابتغاء الأجر، ثم إذا كان لها فائدة دنيوية وذكرت في نصوص أنا ما يضر أني أنويها، لأن الله ذكرها. مثلا أبي أصل رحمي أجر وأبي الله يوسع لي في الرزق، ما في بس أبي أستغفر عشان الله يغفر ذنوبي لله وأجر، وأبي الله يرزقني الذرية، ما في مشكلة إن شاء الله. لكن أهم شيء النية الأولى عبادة، هذا المهم، والنوايا الثانية تأتي تبعها. عسى الله يثبتك على ترك الأغاني. أما النادي يعني في أكثر من طريقة. أول شيء حاولي أنت تكلمين إدارة النادي، يعني تكونين بريتي ذمتك عند الله سبحانه وتعالى ان انكرت المنكر. ممكن يستجيبون ممكن ما يستجيبون، هذا مو عندك الموضوع، لكن انت تكلمتي واستمري بين فتره وفتره بالنصيحه. اثنين، السماعات قد تكون بديل، تحطين سماعات وتشغلين انت اشياء وتشغلين عن الاغاني. ما صار هذا ولا هذا انت ما لك علاقه، ان شاء الله ابتعدي عنها كذا ما تقدرين، وانت مشغوله عنها اصلا يعني بقدر المستطاع. المهم ان مساله الايجابيه في الموضوع ومحاوله التغيير ان نكلم الاداره، هذا وايد يعني شيء فعال لنا قبل كلهم، ان نتعلم ان احنا نحاول نكون يعني ايجابيين ونغير المنكر اذا راينا. ما في سنه بعد صلاه العصر الى المغرب، هذا وقت نهي عن الصلاه اصلا، الا اذا كانت الصلاه ذات سبب، يعني مثل جنازه، مثل ركعتين تحت المسجد، تحت ركعتين الطواف. اما كذي بصلي ركعتين لله بهالوقت، لا، هذا وقت منهي عنه الانسان يصلي. اما صلاه الضحى فما فيها حد معين اللي بيصلي، يعني هي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح انه ما كان يعني حافظ عليها مثل الرواتب 12، لكن ورد في فضلها. وبعض اهل العلم يقول انها تترك احيانا. على كل اللي يبي يعني حتى اللي يصليها بعض الايام فاسمه محافظ على الضحى، يعني مو بالضروره كل يوم اصليها عشان انا اكون محافظ عليها، ولو صليتها بهذا اليوم فهي ان شاء الله يعني سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولها الاجر. اذا كنت تقصد مشاده يعني شده في الدين وتحس انك انت يعني في غلو تشدد في بعض الأحكام، أنا أقول انتبه. النبي عليه الصلاة والسلام أولا بيّن لنا أن طبيعة الدين أن هذا الدين متين، ولن يشاد أحد من الدين إلا غلبه، يعني الدين راح يغلبك. فأوغلوا فيه برفق، ادخل شوي شوي ما راح تقدر عليه. تدري شو راح يصير النتيجة؟ الشدة هذه هي أنك أنت تروح أقصى الطرف، أقصى اليمين مثلا، مع الوقت ما راح تصبر، شو يصير؟ ما راح ترد بالنص، لا، مثل السبرينج راح تنط أقصى اليسار، راح تصير
استغفر الله يعني منحل منحرف، مو انت، اقصد اللي يشد على نفسه في الدين. فطبيعة هذا الدين وطبيعة الالتزام فيه تكون برفق وهدوء. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تخليك ورا النبي عليه الصلاة والسلام، سوي اللي سوي وترتاح، لأنه عليه الصلاة والسلام الوسط المعتدل اللي ما كان يشد ولا كان يرخي. هو الموضوع مو بالدقائق، هو سبوح، يعني تاخذ شاور اسمه اغتسال. شلون انت تتسبح؟ مو غسل جنابة، اي سبوح عادي تتسبح، انت تبي تروح الدوام، راد من النادي، اللي هو شلون تتسبح؟ كل بساطة 5 دقائق خالص. كذي الاغتسال ترى هو مجرد انه في نية الغسل. الاغتسال هو ان يعمم الجسد بالماء، ان جسمك كله يحوشه ماء. اما اذا انت كنت داش بوسواس وهني ما حاشه وهني يمكن ما وصل الماء، الله يعينك، هذا الوسواس يبيله حل، يبيله نقاش، يبيله قعده، يبيله استشاره، اللي هو. لكن الموضوع ما يحوش جسمك كله، انت تعتبر اغتسلت. وقيس هذا على السباحه العاديه عشان ترتاح من الموضوع، عسى الله يعينك. لا، الحلاق اللي يسويه صح حلال، واللي يسويه غلط حرام. يعني مثلا حلاق الرجال حلق شعر راسك ما في مشكله، لكن حلق اللحيه حرام، ف رزقتك من حرام. صالون النسائي في أشياء يسوونها حلال، في أشياء يسوونها حرام، يعني تحف الحواجب حرام، إذا كان في وشم عندهم ما أدري حرام. فأي شيء فعله حرام، فإذا أنت سويته يصير مدخولك هذا حرام. واضح الفكرة؟ فما نقدر نعمم الحلاق حلال أو حرام والصالون حلال أو حرام، حسب ما يعمل فيه. فابتعد عن الأمور الحرام وعسى الله يفتح لك أبواب الحلال. إذا عرفتي وأنت تصلين أن الجبلة غلط، غيريها وأنت تصلين وكملي صلاتك. يعني أنت قاعد تصلين هالجهة مثلاً، قالوا لك لا يمين، فتروحين كذي وأنت تصلين تكملين صلاتك عادي إن شاء الله.